الجو، ولكن أنتم أثبتتم أنكم مجاهدين في سبيل الحرية من أجل عزتكم وكرامتكم. إن الحياة لا تساوي شيء دون الكرامة، وأن الكرامة لا وجود لها دون الحرية، وأن الحرية لا تأتي دون بذل الدماء في سبيلها. هل أنتم مستعدون لإعطاء دماءكم فداء للبحرين؟ أتمنى أيها الثوار ضعوا نصب أعينكم التفاؤل بالنصر القريب إن شاء الله. نحن إلى جانبكم في كل المسيرات والاعتصامات والفعاليات، لن نخذلكم أبدا. سنواصل درب النضال يدنا في يديكم حتى نحقق مطالبنا النسيبة من هذا النظام الفاسد، ومطالب الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل عزة هذا الوطن. أحد المترددين يقول: كل يوم في مسيرات وفعاليات بعد ما حصل فيه، بل حصل كثير. نحن وصلنا رسالتنا إلى النظام أننا لسنا عبيد، وأن زمن العبودية ولا وأن يستمر ظلمكم لنا. لا حد يأس ويقول متى نخلص من السالفة أنتم تدافعون عن غيركم، عن أعراضكم. أنتم في جهاد وراح نواصل حتى آخر قتلة من دمنا. نحن تربية مأتم الإمام الحسين عليه السلام، تربية أهل البيت الذين ضحوا من أجل الدين وكرامة الإنسان. الشهادة أمرنا. نحن باقون في الساحة والميادين بإذن الله النصر قادم والحمد لله.